أسعد الله صباحكم بكل خير متابعي طقس العرب في السعودية. نبدأ نشرتنا بالتوقعات الجوية للعاصمة الرياض خلال النهار اليوم، حيث يسود طقس صافي مع 42 درجة مئوية، الملموسة 38 ورطوبة منخفضة، أما الرياح تكون خفيفة لمعتدلة السرعة. ننتقل إلى تفاصيل الحالة الجوية المتوقعة لباقي مناطق المملكة لنهار اليوم. نبدأها شمالا، تبوك 32 ل 18 مع تفرق الغيوم العالية، سكاكا 33 ل 21، أما عرعر 34 إلى 21. بالنسبة للمنطقة الغربية، مدينة جدة رياح نشطة 36 ل 27، مدينة منورة 42 ل 29، أما مكة المكرمة أتربة مثارة 41 ل 29، والطائف 35 إلى 24. بالنسبة للمنطقة الجنوبية الغربية، الباحة 31 ل 23، أبها 33 إلى 19، أما جازان 34 إلى 30 مع تفرق لبعض الغيوم. المنطقة الشرقية طقس حار في عموم المنطقة الشرقية، تسجلكم من الدمام وحفر الباطن 44 درجة كحرارة عظمى، أما الدنيا تسجل 29 درجة، الإحساء 45 إلى 28. بالنسبة للمنطقة الوسطى، العاصمة الرياض طقس صافي 42 إلى 28، بريدة 41 إلى 27، وحائل 36 إلى 24. إلى اللقاء.